عندي بفقرة من البرنامج تشكيل حكومي. أنطيك ثلاث أسماء وأنت لك الخيار أن تضع رئيس وزراء في المرحلة المقبلة. السيد المالكي، السيد الكاظمي، السيد العبادي. بدون مجاملة أنت تضع واحد منهم لرئاسة وزراء في المرحلة القادمة. لا تعليق. أنا بعيد عن السياسة مع جل احترامي للأسماء اللي ذكرت، بس أنا بعيد عن السياسة. تعرف ليش؟ مثل ما قلت لك كمان لله سبحانه وتعالى السيد المالكي تحياتنا إله، وأوجه له تحية وكل احترام، إله من يسانده وإلى من يعرض يضده. السيد العبادي تحياتي إله وكل احترام وتقدير، نفس الشيء. السيد الكاظمي تحياتنا إله وتقدير وحب واحترام، نفس الشيء. لذلك ما أريد أحسب. التقيت بهم الثلاثة؟ السيد المالك التقيت به. التقيت به طبعا. خلي شوي أنزل آني على الترابي. شنو الهدية اللي انطاك إياها؟ ما أخذت أي هدية أبد؟ أبد. كانت جلسة نوقش محورها كان أصلا على الدراما العراقية، مو وحدي أنا، مجموعة من الفنانين، نخبة يعني. كانت يعني مو تبديل سيارة ولا لا سيارة ولا تبديل سيارة ولا مبلغ مالي؟ لا لا لا. عندك مشاكل بتبديل سيارتك؟ لا أنا محب للتغيير دائما بالسيارات. تركب سيارات فارهة يعني، سيارات شوية. الحمد لله الحمد لله. بس بعض الناس ينزعجون. منين؟ من تغيير يعني تغيير السيارة، من تغيرها من موديل إلى موديل. يمكن أقرب الناس إليك ينزعجون من هذا الموضوع. تشوف هذا حسد عيشة ولا تشوفه؟ أنا أولاً اللهم ربي دي من نعمة واحفظها، وارزق أمة محمد وارزق كل من يشاهدنا. أنا ما ماخذ من جيب الخلف واحد خليك أنزل. أنت نزلت على التراب أنا بعد أنزل. هاي فقرة التراب اسمها. طيب. أنا ما ماخذ من جيب واحد. ثانياً يا أخي اجتهد وغير سيارتك. ما بس انا اريد اعرف يعني انت بسم الله الرحمن الرحيم فامام رحمه ربك فحدث. يعني انا نعمه من الله يعني ما ادري بي مره ما تغير. شوف سيارتي هاي الاخيره اخذتها قبل عيد الحب، بحيث رحت احتفاليه للبصره بعيد الحب انا ورنين تبوني تحياتنا لهم، ستار اللعب تحياتنا له. ايش قد صار؟ كم شهر عيد الحب؟ 14/2 يعني صار 3 اشهر. انا هسه حاجز 2021 منتظرها ان شاء الله. شو كنت متجه اغيرها؟ صار هواي عندك بيه مرض مرض مدخل رزق ثاني غير الفن؟ الحمد لله اكو مداخل يعني عندك. اي الفن ترى ما يوكل خبز والله. ما يوكل خبز؟ لا لا. شباب شوفونا فيديو على طاري انه الفن ما يوكل خبز. بس لا المحرك مال السياره تقول هاي شنو كل شيء مرتين. في راح نشوف فيديو. هذا الفيديو هو طبعا الله يستر. نشوف فيديو ولا نشوف شو نشوف؟ زين شو تتوقع الفيديو شنو حيكون؟ والله ما ادري يعني ما اعرف انت شنو. خليك على الفيديو، شوف لي الفيديو. اباو هنا اي الفيديو برايك اعتقد انت تناولت تماره وتناولت المرحومه اللي فرحمه على روحها. شباب شوفونا هذا الفيديو خلينا نشوفه. هم رجعنا اليه. حلو صوت حلو يا رب. صوت حلو اخذوا منكم يا رب. صوت حلو يا اخو عاصي. هاي هاي مونتاج. طيبه انا اريد اسمع صوتك. يا ويلي 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 وشرب راي وشرب امراه مو يا وشرب ماي انا وشرب ماي بنذيب الساعات تعرض. خلونا يا استل شباب بس عندي سؤال. بما انه اليوم انت ما تقدر تغني لانه انت يعني حزين طبعاً. وعندك انا ترى حتى لحيتي بس جت خاطرك وخاطر كل كادر قناه دبليو تي في طبعا دكتور علي السوداني. طبعا تحياتنا اخوي وصديقي شرف لنا الله يبارك بي.